امستردام. هنا المتحف المائي او المائي الذي فيه السفينة التي كان الهولنديين يسيطروا فيها ويبحروا فيها بالتجارة الى اندونيسيا وعمان. نروح نشوفها الحين. هذا هو المتحف المائي اللي هناك باللون الازرق، وهذه امستردام في الضفة الاخرى. هذه السفينة الهولندية هذه السفينة الهولنديين التي احتلوا فيها اندونيسيا، وكانوا قراصنة البحر واستمروا باحتلال اندونيسيا مئات السنين في تلك الأيام. وها هم احتفظوا الآن بالسفينة، سفينة القرصنة والاحتلال الهولندية، وجعلوها الآن مزار سياحي في هذا الموسم أو المتحف المائي في أمستردام. اللي يحب يجي يشوفها الآن مغلق في وقت للزيارة، تدخل وتتجول داخل السفينة وتشوف إيش اللي فيها. هذه المدافع هناك، تحت المدافع اللي كانوا يستخدموها، شوفوها هناك شبابيك زي الأفلام. هذه هي تقدر تطلع على سطح المتحف المائي وتشاهد من فوق السفن هذه الشراعية والسفينة سفينة القرصنة الهولندية هناك، وهذه السفن الأخرى. وهذا المتحف تطلع من هنا وتشاهد، وهذيك هناك وسط أمستردام دراج مطولين الدرجة عشان ما تحس بالتعب، حركة ذكية، فنانين في البناء الهولنديين صراحة شد لهم. هذه صورة هنا للسفينة والميناء، هذا هو حنا نطلع فوق. هذا منظر ثاني كمان السفينة من هنا أمستردام السفن. هذه شلالات فوق، ألعاب أطفال، مطاعم، هذا كله فوق مبنى. واقفين على مبنى المتحف البحري سفينة القراصنة الهولندية. الشلالات فوق المبنى. هذه سكرتينة الأمن. تطلع ما تشعر انك طلعت المسافة هذه كلها عشان الدرج تمام متباعد. كمان هنا هذا مطعم فوق اللي حابب انه ياخذ الجو.
هذه نافورة طريقة حلوة. هندل هذا الهندل المويه تطلع زياده هالنافوره، خلوك انت بيدك يعني. شوف خلاص الحين اذا حد جاء يدور هذه المسكات البرتقاليه النافوره تطلع بيدك يعني. خلو تفاعل حتى في النافوره وحتى في هذا، كل شيء عندنا ابتكار، كل شيء الفلندي ملوك الهندسه المعمارية، كانوا ملوك القرصنة الحين ملوك الهندسة. هذه مدينة أمستردام من فوق المتحف البحري. هناك المنطقة التجارية هذا كله تشغله بيدك، حتى هذا البخاف تضغط هذا رجلك تشتغل، هذيك بيدك النافورة تشتغل، كل شيء يدوي.
هذا مطعم صيني على النهر.